السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، برحب بكم وأجدد التحية من قناتنا على اليوتيوب. النهاردة هنتكلم عن روبي كين. روبي كين هو أفضل هداف في جمهورية إيرلندا في عام 2013. تعالوا مع بعض النهاردة نشوف من هو روبي كين. روبي كين هو لاعب كرة قدم إيرلندي محترف، وهو أفضل هداف لمنتخب جمهورية إيرلندا لكرة القدم، حيث سجل 68 هدفا في 146 مباراة. خاض كين أول مباراة دولية له في المباراة التي خسرها أمام جمهورية التشيك بنتيجة 2-1 في مارس 98، وسجل أول أهدافه الدولية في ظهوره الخامس، حيث فاز منتخبه على مالطا بنتيجة 5-0 في تصفيات بطولة أمم أوروبا لعام 2000. أصبح أفضل هداف في تاريخ إيرلندا في أكتوبر 2004 عندما سجل هدفين في مرمى جزر فارو خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006، متخطيا بذلك نيال كوين الذي سجل 21 هدفاً في 91 مباراة. في يونيو 2013 أصبح كين أيضا اللاعب الأكثر تتويجا في إيرلندا على ظهوره 123 في مباراة التأهل لكأس العالم 2014 ضد جزر فارو، وهو أحد اللاعبين الستة في جمهورية إيرلندا الذين خاضوا أكثر من 100 مباراة دولية أو أكثر، ما زال 4 منهم ناشطين، كما أنه قاد منتخب بلاده أكثر من 50 مرة. سجل كين 33 دولية، 3 ثلاثيات دولية، وسجل أول واحدة في مباراة ضد سان مارينو في نوفمبر 2006، وجاءت ثلاثيته الثانية في يونيو 2013 ضد جزر فارو، في حين كانت ثلاثيته الثالثة ضد جبل طارق في أكتوبر 2014. هذا الأخير جعل كين الأعلى رصيدا في تاريخ المسابقات التأهيلية لكأس الأمم الأوروبية، حيث سجل 21 هدف يتخطى صاحب الرقم القياسي السابق هاكان شوكور لاعب تركيا. يعد كين أيضا أحد اللاعبين الاثنى عشر الذين سجلوا 3 أهداف متتالية في نهائيات كأس العالم، سجل هدفا واحدا ضد كل من ألمانيا والمملكة العربية السعودية في دور المجموعات وفي مرمى إسبانيا في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم 2002، وقد سجل كين أهدافا ضد جزر فارو وجبل طارق 5 أهداف أكثر من أي منتخب وطني آخر، وسجل أكثر من نصف أهدافه 41 في المباريات التي جرت في بلاده والتي لعبت في 3 أماكن لانسداون ويرد وملعب كروك بارك وملعب أفيفا. لعب كين مباراته الأخيرة مع جمهورية إيرلندا في أغسطس 2016 التي فازت بنتيجة 4-0 في عمان في مباراة ودية في ملعب فيفا دوبلن، وسجل أثناء المباراة هدفا واحدا ليصل بذلك إلى 68 هدفا في جميع مبارياته الدولية. أتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجابكم، وانتظرونا في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا إن شاء الله تعالى.